بيكم في حلقه جديده من اعمال ايديا. زي ما تعودنا وصفاتنا حلوه جدا، هعمل معاكم النهارده سالمون ستيك بجوز الهند طعمه يجنن، وكمان هنعمل مع بعض احلى طبق خضار. تعالوا نشوف كده ايه مقادير اول وصفه عندي، وهي السالمون، سمك السالمون المخلي. اول حاجه عندي سمك سالمون مخلي، عندي كمان لبن جوز الهند، جوز هند شرايح، عندنا الثوم، الكاري المعجون، كريمه، طماطم الشاري، عندنا بصل اخضر، ليمون بلدي، وزيت الزيتون، وهنقدمه مع الرز البسمتي الابيض، هيكون يجنن. اول حاجه عايزه اعملها هجيب السالمون بتاعي. انا من مدرسه ان انا بحب دايما اتبل الحاجه، بس كمان انا هعمل صوص حلو قوي للسالمون، فبس هحط عليه ملح كده وفلفل. والليمون. وايه هنزله على الجريلا علشان هو هيتغرق بالصوص، فالطعم هيكون يجنن. اهو كده، عايزه بس الزيت بتاعي يكون فيه طعم سنه من الثوم، فهاخد معلقه بسيطه وهحطه كده، وهنزل السالمون بتاعي. هياخد الطعم والايه والريحه بتاعت الثوم، بس مش هيكون منقوع في الثوم زي ما احنا بنبقى دايما متبلين. هاجي هنا اعمل بقى الصوص بتاعي، هحط شويه زيت، هنزل الثوم ونص البصل الاخضر مش كله كده، وهجيب معجون الكاري بتاعي كده. من الاكلات اللذيذه جدا، مختلفه بس بتكون طعمه قوي 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 اهو كده. وهجيب شرايح جوز الهند، هنزلها شويه كده معاه مع الصوص والطماطم الشاي كده. هجيب بقى لبن جوز الهند، بيكون ليه ريحه مميزه مختلفة وحلوة جدا. بقلب كده المقادير بتاعتي مع بعض كلها، وانزل بلبن جوز الهند كده، وايه اسيبه يغلي غلوة ونزود. يلا بينا، تعالوا بقى نشوف مع بعض كده سمك السالمون. نضيف قلب على ايه الناحية الثانية، بصوا بقى كريسبي وحلو قد ايه كده. يعني ايه، بس بخاف انه يفك مننا يفرهد، عايزينه يبقى ايه حلو اهو، ولازم يكون مستوي بالنسبه لي من الناحيتين، عشان كده دايما بحب اتاكد انه مستوي من الناحيتين كويس اهو. يا سلام يا سلام، حلو قوي. وبصوا بقى الصوص بتاعي
بدأ يتقل وياخد الايه. تعالوا بقى ندوق الصوص مع بعض عشان نشوف هنحتاج نزود ايه، نقلل ايه، نظبط ايه كده. حلوة حلاوة يا جماعة، ومش عايز ملح خالص. عايز اقول لكم الكاري اللي هو معجون الكاري بيكون فيه ملح، عشان كده انا ما حطيتش، يكون حادق شوية، فعشان كده هتلاقوني ما حطيتش فيه ملح، وهسيبه بقى ياخد الايه زي تسبيكة شوية، ويكون السالمون كمان استوى. اطلع الفاصل معاكو ونرجع نعمل مع بعض احلى طبق خضروات يجنن. استنوني هرجع على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف معانا سمك السالمون. بصوا الجمال والحلاوة يجنن. هاجي دلوقتي الصوص بقى بتاعنا الجميل، وهقوم منزلة عليه صوص الكاري بتاعنا اللي بجوز الهند. طبعا روعة روعة وسبايسي كده شوية، فبيكون طعم قوي. اهو يا سلام، مش عايزة اقول لكم ريحته حلوة قد ايه، بجد مختلف وجميل، وهتحبوه جدا. طعمه بحقيقي طعم يعني، ويتقدم مع الرز بقى البسمتي. حكاية حكاية ورواية. اهو كده، وهحط على الوش كده بس هنا شوية كده البصل. طبعا الاخضر ده بيديله طعم ونكهة very different يعني، بيكون جميل حقيقي. وسلايسز كده الليمون لما ايه نمشيها عليه، تديله برضو شكل وطعم يجنن. يلا هنقدمه مع بعض دلوقتي. بصوا بقى الجمال ده مع الرز البسمتي. بصوا برضو الحلاوة. وهعمل دلوقتي معاكم وصفة لذيذة جدا علشان الفيجيتيريانز، الناس بقى اللذيذة اللي تحب تاكل الخضار. تعالوا نشوف ايه مقادير الوصفة معايا. عندي المشروم هيكون صحيح مغسول وصحيح، عندنا الكوسة هنقطعها شرايح، ويا اما بيبي جزر يا اما نقطعها كده زي ما احنا شايفين صوابع. عندي الثوم، الزعتر، روزميري، اوريجانو، كرفس، ملح وفلفل وزيت السمسم. اول حاجه هعملها هجيب هنا شويه كده من الزيت هحطهم، وايه هزود سنه كمان علشان الكميه معايا كبيره شويه، وهجيب الثوم وهحطه، هنزل بالمشروم، هنزل بالكوسه، والجزر. الجزر يكون نص سلقة اهو. وهبدأ بالايه تشويح. ده بيكون طبق لذيذ قوي قوي عايزة اقول لكم، وطعمه ونكهته الميكس بتاع الثلاث خضروات دول حلو قوي مع بعض. هجيب بقى الملح، يعني الثوم بيديله طعم يجنن، والفلفل، ونحط بقى بصوا كل ايه، انا هحط الاعشاب مع بعض، والكرفس. الكرفس ده بيديله بقى ايه قصة كده، وهقوم حاطه الاعشاب مع بعض، وهديله شوية كده، ونقلب تقليبة حلوة، ونسيبه يدبل. وانا مش بحبه يكون الخضار الميت، انا بحب الخضار يكون فريش طعمه حلو، واحس برضو كده بقرمشة نكهات وانا باكله، فمش عايزة ان احنا نخليه ميت كده ولونه رايح، لا خلوه لونه زاهي وحلو، والطعم والنكهة ما نخسرهمش. اهو بصوا بقى الجمال والحلاوة، يا سلام يا سلام. اهو نقلب 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 كده، وايه على ما الاقيهم اتشوحوا مع بعض على طول يتقدم، بيبقى طعمه يجنن. عايزه اقول لكم مختلف جدا جدا جدا. اهو هزود له هنا كده نقطه ميه علشان امسك النكهات دي مع بعض وياخد سوا حلو. بصوا بقى كده، ونسيبه اهو
يغلي ايه يستوي مع بعض. حلو قوي. يلا اروق انا هنا اهو، وهنا مع احلى خضروات. شوفوا الجمال ده، ده اسمه جمال. جمال اهو، طبق خضار محترم. شوفوا 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 بقى الجمال والنكهات الحلوه دي. والجزر اول ما بيكون مسلوق نص سلقه خلاص مش بحتاج ان انا اساوي فيه كتير، فدي حاجه تكونوا ايه عارفينها معانا. يلا بينا نشيل اي حاجه اهو، نجيب طبق التقديم. شايفين الجمال؟ يلا طبق التقديم، وهبدا ان انا انقل بقى خضرواتنا اللي بالاعشاب الجميله دي في. بصوا بقى، بصوا شوفوا 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 الجمال كله اهو. شايفين؟ يا سلام يا سلام اهو. ده طبق جانبي لذيذ جدا، ممكن اعمله الفيجيتيريانز طبعا النباتيين يحبوا ياكلوه طبعا لوحده، ممكن اعمله انا جانب اي صنف بروتين، او ممكن اعمله جنب الرز بتاعي مع حاجة تانية ماشت بوتيتو مثلا. يعني احنا بننوع دايما ونحب نشكل، نحب نعمل حركات، فدايما اعملوا الحركات بتطلع لذيذة جدا والطعم بيكون حلو قوي 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 اهو. شوفوا بقى الجمال كده، نظبط الطبق وتعالوا نشوف عملنا ايه مع بعض النهارده. عملنا وصفات حلوه جدا. اول وصفه عملتها معاكم كانت السالمون ستيك، ستيك السالمون حلو جدا جميل قوي مع الكاري صوص والجوز الهند، جميل جدا. عملت كمان معاكم الخضار المشكل يجنن. جربوا الوصفات وبعتولي دايما على صفحه البرنامج عمايل ايديا على فيسبوك، سي بي سي سفرة على انستغرام، واستنوني في حلقه جديده من عمايل ايديا.